بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع تلاميذ الثالثة متوسط، الفصل الثالث. رانا مع فروض الفصل الثالث. إذن فروض الفصل الثالث لتلاميذ الثالثة متوسط. اليوم رانا مع التاريخ والجغرافيا. نبدأ بالنموذج الأول. اتسمت العلاقات العثمانية الأوروبية بعقد سلسلة من الاتفاقيات الدينية والاقتصادية عرفت تاريخيا بالامتيازات الأوروبية. حدد مفهوم هذه الامتيازات. تعتبر الامتيازات الأوروبية من مظاهر اختلال التوازن بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي. 80 ثانية. صنف في الجدول أسفله سجن باستيل جيمس الثاني، الثورة المجيدة 14 جويلية 1789، الثورة الإنجليزية والثورة الفرنسية. 80 ثانية. قرأ صديقك مقالا في مجلة علمية موضوعها عصر النهضة الأوروبية، أعجب بالأعمال التي أنجزها الإنسان الأوروبي خلال هذا العصر، فطلب منك معلومات أكثر عن الموضوع. إن أهمية اكتشاف الطباعة في القرن الخامس عشر ميلادي لا يكمن فقط في كونه ساهم في إخراج الناس من جمود مجتمعات العصور الوسطى، وإنما أيضا لكونه ساهم في عملية نشر التراث القديم والدراسات الجديدة حوله على نطاق واسع. عبد المجيد نعنعي، أوروبا في الأزمنة الحديثة. السند الثاني. ليوناردو دافنشي يمثل العصر الذهبي للنهضة الفنية في إيطاليا، فقد أبدع في صنوف المعرفة كافة في الأدب والهندسة والطب والرسم والنحت والموسيقى وصناعة الآلة الميكانيكية، فهو متعدد المواهب والاهتمامات. التعليمة. اعتمادا على السندين وما درست، اكتب فقرة من 12 إلى 15 سنة تحدث فيها عن عوامل النهضة الأوروبية ومبرز نتائجها. الجغرافيا. عدد أهمية الموقع الجغرافي لقارة أوروبا. عدد انعكاسات المناخ على السكان في أوروبا، على الشبكة الهيدروغرافية وعلى النشاط الزراعي. صنف الصناعة الإلكترونية، الحديد والصلب، صناعة السيارات، صناعة الغذائية، تعليب اللحوم، الصناعة الجلدية، صناعة الطائرات، صناعة المحركات حسب نوعها في الجدول الآتي: صناعات ثقيلة، صناعات خفيفة. الوضعية. دار نقاش بين زملائك حول الصناعة الأوروبية، وما استنتجته هو أنهم يرون أنها لها نتائج إيجابية فقط. ما دفعك بالتدخل لتشرح لهم مختلف المشاكل التي تعاني منها؟ سند الأول. أصبحت الموارد الأوروبية لا تمثل سوى 10% فقط من حاجياتها، وأضحت كل دول القارة بحكم استنزاف خيراتها تعتمد على الخارج. تعاني دول القارة من المنافسة الخارجية، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة. كل أنواع التلوث موجودة في أوروبا، مائي، ترابي، هوائي، بفعل دخان المصانع والسيارات ومختلف النوايات. اعتمادا على السندين وما درست، اكتب فقرة من 10 أسطر تشرح فيها مختلف مشاكل الصناعة في أوروبا. النموذج الثاني. قدم تعريفا للمفاهيم الآتية: القرون الوسطى، النظام الإقطاعي، الحروب الصليبية، والحركة الإنسانية. عدد مظاهر تأثير الحضارة الإسلامية في بروز النهضة الأوروبية. 80 ثاني. هيمن رجال الدين في أوروبا على مختلف شؤون الحياة، فحاربت الكنيسة العلماء واحتكرت زعامة المجتمع فترة من الزمن لتعرف بعدها عصر النهضة. عرف ما يلي: النهضة الأوروبية، الإقطاع، الكاثوليكية. عدد المنافذ الرئيسية التي انتقلت منها الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا. بين نتائج فتح القسطنطينية. الوضعية. طلب منك زميل مساعدته في القيام ببحث حول الثورة الصناعية الأوروبية ونتائجها، فقمت بمساعدته. السند الأول. يشير مفهوم الثورة الصناعية إلى تغيرات كبيرة في البناء الاقتصادي بسبب التحول من المجتمع الزراعي والتجاري إلى عصر التصنيع الحديث. أول المخترعات الإنجليزية في العصر النهضة: الغزل والنتيج، جون كاي، المكوك الطائر المنطاد في 1733. التعديل، إبراهيم داربي، المصهر الحديد ما بين 1710 إلى 1730. النقل، نيوكمون طور الآلة البخارية في 1706. السنة الثالثة. تفوقت الدول الأوروبية الغربية والوسطى للحركة والنشاط الاستعماري في مبدأ عصر جديد من النشاط الدولي للاستيلاء على مناطق النفوذ والسيطرة الاستعمارية على بلدان جديدة من العالم، وخاصة في إفريقيا. اعتمادا على سندات وما درست، اكتب فقرة لا تتعدى 12 سطرا حول الموضوع.
الجغرافيا. قدم تعريفا للمصطلحات الآتية: البيئة، التدهور البيئي، الطاقات المتجددة، الاحتباس الحراري. أوروبا في القارة هي القارة الأكثر تقدما اقتصاديا في العالم. بين مكانة أوروبا الاقتصادية. عدد مشاكل الاقتصاد الأوروبي. الوضعية: خلال تصفحك مع زميلك لمجلة علمية متخصصة حول البيئة، شد انتباهك إلى تفاقم ظاهرة التلوث في أوروبا وتنوع مصادر ومخاطره، فطلب منك معلومات حول الموضوع. السند الأول: صناعات حديثة. السند الثاني: شعورا بخطورتها على مستقبل العالم، تتجه أغلب دول العالم للتخلي عن الصناعة النووية وتعويضها بالطاقات المتجددة كما شاهدوا في الصور. اعتمادا على السندات وما درست، اكتب فقرة من 10 أسطر تبين فيها ميادين التطور الصناعي في أوروبا وإنعكاساته على البيئة والحلول التي اعتمدتها ألمانيا للحد من التلوث. طيب، نفوتوا للحل مباشرة. بإمكان التلميذ يوقف الفيديو قبل أن يطلع على الحلول. نبدأ بالنموذج الأول: تحديد مفهوم الامتيازات. هي التسهيلات التي منحتها الدولة العثمانية لبعض الدول الأوروبية من خلال معاهدات واتفاقيات معها. لعبت الامتيازات دورا كبيرا في تعبيد الطريق أمام القوى الأوروبية لاحتلال البلاد الإسلامية، حيث وبعد أن منحت الدولة العثمانية امتيازات دينية واقتصادية للدول الأوروبية مثل بناء مراكز العبادة والقنصليات والإعفاءات الضريبية وحرية التجارة في البحار ومرور السفن عبر المضايق، أصبحت مع مرور الزمن هذه الامتيازات في وجهة نظر الدول الأوروبية من حقوقها وجب حمايتها بل والدفاع عنها، وتحولت هذه الامتيازات في فترة ضعف الدولة العثمانية إلى وسيلة للتدخل في شؤونها الداخلية وبسط حمايتها على الأقليات المسيحية والسيطرة على مواردها الاقتصادية واحتلال أراضيها فيما بعد. تصنيف الجدول: الثورة الإنجليزية جيمس الثاني والثورة المجيدة، الثورة الفرنسية سجن الباستيل 14 جويلية 1789. الوضعية: بعد عصر النهضة مرحلة انتقل فيها أوروبا من العصور الوسطى المظلمة إلى العصور الحديثة المشرقة، حيث فتحت أمام أوروبا عصر مليء بالإنجازات الحضارية وفي جميع الميادين. وقد ساهمت جملة من العوامل في ظهور النهضة الأوروبية، ومنها تأثير الحضارة العربية الإسلامية والحروب الصليبية وفتح القسطنطينية وظهور المدن وتغير نمطها الاقتصادي. إن هذه العوامل دفعت بالإنسان الأوروبي إلى إحياء التراث الروماني واليوناني القديم، مما أسفر عنه تطور وازدهار جميع المجالات. ففي المجال الفكري والإنساني فقد برز مجموعة من الإنسانيين دعوا إلى تحرير العقل والفكر، ومنهم دانتي وميكافيل وميكيافيلي وبيتراك وإيرا زاموس. وقد ترك هؤلاء مؤلفات خالدة أمثال الأمير الكوميديا الإلهية ومديح الحمقى. وفي المجال العلمي والفني فقد خلد دافينشي وشكسبير وجالي أعمالا جديدة في مجال العلوم والفنون ساهمت في تطور الصناعة وفن العمارة والملاحة البحرية والطب والرياضيات وغيرها. بفضل اختراع الطباعة صارت المعرفة منتشرة في كل مكان. لقد ساهمت النهضة في تقديم أوروبا وتحسين أوضاعها، ثم إنها كانت من عوامل الاكتشافات الجغرافية والثورة الصناعية. الجغرافيا: أهمية الموقع الجغرافي لقارة أوروبا. توسطها العالم جعلها همزة وصل بين القارات. اتصالها جغرافيا بقارة آسيا سمح لها بالتعاون التجاري مع دولها. إشرافها على أهم بحار العالم البحر المتوسط الذي يربط بين قارتي العالم القديم أعطى القارة أهمية استراتيجية. انعكاسات المناخ على السكان في أوروبا: يتركز أغلب السكان في أوروبا في المناطق ذات المناخ الملائم لا سيما المناخ المحيطي والمتوسطي. الشبكة الهيدروغرافية: الأنهار في أوروبا لا تجف، فهي دائمة الجريان بفعل التساقط المستمر والمنتظم، علما أنها المصدر الرئيسي لمياه المجاري المائية. النشاط الزراعي: تمارس الزراعة وتربية الحيوانات على نطاق واسع في أوروبا بفعل المناخ الملائم الذي يوفر إمكانية التساقط المنتظم للأمطار. تصنيف الصناعات حسب الجدول الآتي:
الصناعات الثقيلة، الحديد والصلب، صناعة السيارات، صناعة الطائرات، صناعة المحركات، صناعات خفيفة، الإلكترونية، الصناعة الغذائية، تعليب اللحوم والصناعات الجلدية. الوضعية في الجغرافيا: تشهد الصناعة الأوروبية ازدهارا وانعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي لدى الدول القارة، لكن في المقابل نتج عن هذا التوسع المفرط للصناعة مشاكل اقتصادية وبيئية تتمثل فيما يلي. أبرز المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الصناعة الأوروبية هو فقرها من حيث الموارد الطبيعية، إذ أصبحت الموارد الأوروبية لا تمثل سوى 10% فقط من حاجياتها، وأضحت كل دول القارة بحكم استنزاف خيراتها تعتمد على الخارج، إضافة إلى مشكل المنافسة الخارجية وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة الأمريكية. كما انعكس ذلك التوسع الصناعي المفرط على البيئة، فكل أنواع التلوث موجودة في أوروبا: مائي، ترابي، هوائي، بفعل دخان المصانع والسيارات ومختلف النفايات. ساهم تطور الصناعة الأوروبية في الرفع من نسبة النمو الاقتصادي لدولها، لكن في المقابل خلف هذا التوسع الصناعي المفرط مشاكل مختلفة. النموذج الثاني: تعريف المفاهيم الآتية. القرون الوسطى هي قرون العصر الوسيط الذي يلي العصر القديم، وهو ثاني العصور التاريخية، يبدأ من عام 476 ميلادي سنة سقوط روما لغاية فتح القسطنطينية في 1453 ميلاد. النظام الإقطاعي: نظام اقتصادي وسياسي يتميز بسيطرة فئة قليلة على أراض خصبة وواسعة، يسهر الفلاحون على خدمتها مقابل أموال زهيدة، وهذا النظام ميز أوروبا في القرون الوسطى. حروب صليبية: حروب شنتها أوروبا المسيحية على العالم الإسلامي في فترة ما بين 1096 إلى 1291 تحت ذرية استرجاع الأماكن المسيحية المقدسة الموجودة في بلاد الشام. الحركة الإنسانية: حركة الفكرية ثقافية ظهرت في بداية عصر النهضة بإيطاليا، ثم انتقلت إلى باقي أوروبا. من أبرز مبادئها إعطاء صورة إيجابية للإنسان كونه مصدر الإبداع الفني والأدبي والعلمي. من أبرز روادها إيرازم وديفينشي وبيترارك ودانتي وتوماس مور. مظاهر تأثير الحضارة الإسلامية في بروز النهضة الأوروبية: اقتباس العلوم والأدب وترجمتها إلى اللاتينية، التأثر بالهندسة المعمارية وطريقة تشييد البناءات، اقتباس الكثير من الحرف والصناعات والمزروعات، التأثر بالاختراعات العلمية كالإسترابلاب والبوصلة وصناعة الخرائط. الوضعية الثانية: تعريف ما يلي. النهضة الأوروبية: نعني بها استيقاظ أوروبا من سباتها العميق ونفض غبار التخلف الحضاري الذي تراكم عليها طوال العصور الوسطى، وإحياء مجدها القديم بدايتها مع سقوط القسطنطينية 1453. الإقطاع: نظام اقتصادي اجتماعي قائم على هيمنة ملاك المساحات الزراعية الواسعة على المجتمع، واستبعدوا من يخدم أراضيهم. الكاثوليكية: ما معنى الكاثوليكية؟ الكاثوليكية إحدى مذاهب الديانة المسيحية، عاصمتها الفاتيكان روما، المنافذ الرئيسية التي انتقلت منها الحضارة العربية الإسلامية إلى أوروبا. الأندلس منذ حكم المسلمين 711 ميلادي إلى 1492 ميلادي، الحروب الصليبية من 1095 ميلادي إلى 1400 ميلادي عبر صقلية وجنوب إيطاليا من 965 ميلادي إلى 1091 ميلادي. نتائج فتح القسطنطينية: القضاء على الخطر البيزنطي، ظهور قوة الدولة العثمانية وهيمنتها. الوضعية: حدثت في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر حركة صناعية شملت أساليب ووسائل الإنتاج، أدت إلى تغيير جذري في البنية الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في أوروبا والعالم. ويرجع أسباب الثورة الصناعية إلى ظهور الرأسمالية الصناعية واستثمار الأموال والمشاريع الصناعية وتطور الانتاج الزراعي ونمو واتساع التجارة وتوفر الموارد الأولية ومصادر الطاقة وظهور العلماء والمخترعين. لقد تعددت مجالات الثورة الصناعية بتزايد متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحيث شملت بدايتها ميادين الغزل والنسيج والتعدين ووسائل النقل والاتصالات والصناعة الزراعية. كانت للثورة الصناعية نتائج عظيمة، ومنها تطور وسائل النقل والاتصالات وضخامة الإنتاج وتنوعه وارتفاع المستوى المعيشي والصحي وبروز الطبقة العاملة،
ومع النقابات والأحزاب وزيادة الحاجة إلى الثروات والأسواق واندفاع الدول إلى توسع الاستعمار للحصول على المواد الأولية التي تحتاجها المصانع. الجغرافيا، تعريف المصطلحات الأتية: البيئة هي الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الكائنات الحية ويتكون من عناصر طبيعية كالمياه والتربة والهواء وعناصر اصطناعية كالنبات ووسائل النقل. التدهور البيئي: حدوث اختلال بتوازن العناصر المكونة لوسط طبيعي بفعل نشاط الإنسان المفرط فيلوث الهواء والماء والتربة وتتبدل الخصائص المناخية. الطاقات المتجددة: طاقات لا تنفذ ولا تزول مثل الطاقة الشمسية والهوائية والمائية. الاحتباس الحراري هو ازدياد درجة الحرارة السطحية المتوسطة في العالم مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون والميثان وبعض الغازات السامة في الجو. مكانة أوروبا الاقتصادية: احتلالها المرتبة الأولى في تصدير المنتوجات الصناعية والغذائية. غزو المنتجات الأوروبية للأسواق العالمية، كثرة الاستثمارات الأجنبية. مشاكل الاقتصاد الأوروبي: التبعية الاقتصادية في مجال المواد الأولية، التلوث البيئي، تضخم المدن الصناعية والتجارية، المنافسة الشديدة، تقلص المساحة الزراعية والغابية، تضخم الإنتاج. الوضعية: تعتبر أوروبا مهد الثورة الصناعية، وبفضلها ازدهرت القارة صناعيا، فظهرت عديد الصناعات المتطورة منها صناعة السيارات والطائرات والصناعة الكيماوية والإلكترونية والبتروكيماوية والصناعات النووية وغيرها من الصناعات المهمة. وبفعل التركز الصناعي زادت حدة التلوث البيئي الذي يعتبر من أهم المشاكل التي تهدد القارة، وترجع أسباب هذا المشكل إلى انبعاث الغازات السامة من وسائل النقل والمصانع وتسرب المياه القذرة إلى المجاري المائية وتدفق البترول من الناقلات ورمي النفايات المدن والمصانع والإفراط في استخدام المواد الأولية غير المتجددة كالفحم والنفط والغاز والحديد والطاقة النووية وقطع الغابات واستعمال الأسمدة الكيميائية. وقد أدى انتشار التلوث في البيئة إلى موت الكائنات الحية ومنها الإنسان وتفشي الأمراض المستعصية وتفاقم أزمات الاحتباس الحراري وتغير المناخ. وتعمل دول أوروبا المجتمعة للحد من مخاطر التلوث البيئي، حيث أعلنت التقليل من إنتاج الطاقة النووية وتقليص استخدام النفط وزيادة نصب الطاقات المتجددة وتكثيف التشجير والمساحات الخضراء ووضع أجهزة المصافي في المصانع وفرز النفايات ومعالجتها وتدويرها. في الأخير بارك الله فيكم، في الأعلى يوجد فيديو خاص بالفصل الثالث لتلاميذ الثالثة متوسط، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. بارك الله فيكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.